ماذا تعرف عن عملة البيتكوين؟ أصبحت عملة البيتكوين حديث الساعة في الشهور القليلة الماضية. إنها حديث الساعة على المستوى الاقتصادي والتكنولوجي منذ أن تم إنشاؤها وتعصيتها. كيف لا تكون حديث الساعة وهي تعتبر اختراعا مذهلا له صدى كبير على مستوى الاقتصاد العالمي؟ ما هي فكرة البيتكوين من الأساس وكيف نشأت؟ لماذا تمثل البيتكوين واحدة من أعظم اختراعات القرن؟ ما هو سر أمان نظام البيتكوين؟ كيف أحصل على البيتكوين؟ ما هو تعدين عملة البيتكوين؟ لا تقلق عزيزي المشاهد، هذه عينة من الأسئلة التي سوف أجيب عليها في هذا الفيديو بشرح مبسط وواضح. فما تم عرضه إلى الآن ما هو إلا مقدمة الموضوع. سوف أجيب الأسئلة المذكورة بالأعلى وأسئلة أخرى كثيرة لكي أجعل هذا الموضوع ملما بشكل كامل. أولا، ما هي عملة البيتكوين؟ البيتكوين هي واحدة من العملات الرقمية المشفرة، لا يوجد لها أي رصيد مادي على أرض الواقع. فمن المعروف أن الأموال التي تصدرها الدول يكون لها رصيد ذهبي. أما البيتكوين هنا فهي عملة مستقلة تماما، ليس لها أي رصيد ذهبي وليس لها وجود مادي على أرض الواقع بأي شكل. البيتكوين هي عملة غير مركزية، لا تخضع لأي نظام مركزي أو دولة محددة. هذا يعني أن البيتكوين تمثل نظاما ماليا مستقلا بذاته، يعمل بطريقة الند للند بدون أي وساطة بين المتداولين. ففي النظام المالي المتعارف عليه في كل دول العالم، فإن تداول الأموال على المستوى الأكبر يتم من خلال البنوك وفقا لسياسات الدول. أما في نظام البيتكوين فليس هناك وسيط، حيث يمكنك تحويل أي مبلغ من المال من حافظتك النقودية إلى أي شخص آخر بشكل مباشر وفوري ودون عمولة تقريبا. البيتكوين هو عملة مشفرة، بمعنى أن البيانات الشخصية لأي مالك لهذه العملة غير معلنة. كيف نشأت البيتكوين وفي أي عام؟ ساتوشي ناكاموتو هو الاسم وراء ظهور عملة البيتكوين، هو اسم مجهول، لم يعرف إلى الآن هوية هذا الاسم، فربما اسم لشخص حقيقي أو اسم مستعار لشخص أو مجموعة أشخاص، أو حتى اسم مستعار لمشروع أطلقته إحدى الشركات أو إحدى الدول. تم إصدار البيتكوين كبرنامج مفتوح سنة 2009، والمقصود هنا ببرنامج مفتوح هو أن أي شخص يستطيع أخذ نسخة من هذا البرنامج وعمل تعديلات عليها وإنشاء عملة رقمية جديدة. عملة البيتكوين هي أول عملة رقمية من نوعها، ولكنها ليست الوحيدة، فبعد ظهور البيتكوين ظهرت الكثير من العملات الرقمية، ومن أشهرها وأهمها الإثريوم، الريبل، الليتكوين، الدوجكوين، الداش، والزكاش. ما هي طرق الحصول على البيتكوين؟ هناك طريقتين للحصول على عملة البيتكوين، أولها التعدين. هي عبارة عن نظام يتم بناؤه عن طريق أجهزة كمبيوتر فائقة السرعة وبمواصفات خاصة، بهدف حل بعض المعادلات والمشاكل الرياضية المعقدة. عندما يتم حل هذه المعادلات، يقوم النظام بمنحك وحدات بيتكوين، ويمكنك إضافتها لحسابك أو حافظتك الشخصية. الطريقة الأخرى للحصول على عملة البيتكوين من خلال أشخاص يمتلكون رصيد بيتكوين. يمكنك الحصول على رصيد بيتكوين من خلال شرائه من أحد الأشخاص أو الوسطاء الذين يعملون في هذا المجال، أو يمكنك الحصول عليه من خلال بيع منتجات أو تقديم خدمات للآخرين، وجعل البيتكوين هو وسيلة دفع. لم يقم المدعو ساتوشي ناكاموتو بعمل نظام لعمل بيتكوين بشكل عشوائي، ولكنه وضع نظاما محكما لكل شيء. وجود عدد لا محدود من عملة البيتكوين ليس خيارا ذكيا لشخص قام بوضع نظام عبقري كهذا. هناك فقط 21 مليون بيتكوين يمكن تعدينهم، وبعد إتمام تعدينهم لن يتم طرح كميات جديدة للتعدين. الجدير بالذكر أنه تم تعدين 80% من إجمالي كمية البيتكوين، أي 21 مليون وحدة بيتكوين إلى الآن بالفعل، ولكن الكمية الصغيرة المتبقية التي تمثل 20% سوف يتم تعدينها على مدار أكثر من 120 عاما. فمن المقدر أن يتم تعدين آخر عملة بيتكوين بحلول سنة
2145. هناك نظام تناقصي لطرح البيتكوين للتعدين على مراحل، ولكن السؤال المطروح: ما هي عملية تعدين عملة البيتكوين؟ يعتبر هذا السؤال الأصعب فيما يخص البيتكوين. عملية التعدين عملية معقدة ولها الكثير من الجوانب، لذلك فهي العملية الأصعب في الفهم للكثيرين. سوف أحاول أن أبسط الإجابة دون الدخول في عملية التعدين من النواحي التقنية المعقدة، كما أن العملات التقليدية تحتاج إلى بنوك وحكومات لكي يتم تنظيمها وإدارتها والتأكد من صحة عمليات التداول من خلالها. هذا البيتكوين أيضا يحتاج إلى من يقوم بهذه الوظيفة. لقد ذكرنا أن البيتكوين عملة لا مركزية، أي لا يوجد كيان محدد يديرها وينظم التعامل فيها، ومن هنا تأتي أهمية عملية التعدين. فعملية التعدين تتضمن تفعيل عمليات التحويل بين الحسابات وبعضها والتأكد من صحتها، وذلك لضمان نظام الأمان الخاص بعملة البيتكوين. تجميع آخر مجموعة من عمليات التداول أو التحويل، بضع مئات من العمليات، ووضعها فيما يسمى بلوك أو كتلة معاملات. نظام البيتكوين يتطلب حل مجموعة من المعادلات الرياضية المعقدة حتى يتم اعتماد كل كتلة جديدة وضمها في سلسلة الكتل بلوكشين. عندما يقوم أحد المعدنين بالوصول لحل المعادلات الرياضية المطلوبة، يتم ضم كتلة المعاملات الجديدة في سلسلة الكتل. في المقابل، نظام البيتكوين مصمم لمنح عدد 12.5 بيتكوين للمعدن الذي توصل لحل المعادلات أولاً. كل 10 دقائق تقريبا يتم طرح مجموعة من المعاملات التي تمثل كتلة معاملات جديدة. كل 4 سنوات تقريبا يتم تخفيض عدد البيتكوين الممنوح لتنظيم كل كتلة معاملات للنصف. فقد كانت جائزة إضافية كتلة جديدة 50 بيتكوين في سنة 2009، ثم انخفضت إلى 25 بيتكوين بعدها ب4 سنوات، والآن أصبحت جائزة إضافية كتلة جديدة جائزة إضافة كتلة جديدة 12.5 بيتكوين فقط. أيضا عدد البيتكوين التي يتم تعدينها بشكل جديد تنخفض كل 4 سنوات للنصف. ففي المرحلة الأولى التي بدأت في 2009، وهو عام إنشاء نظام البيتكوين، تم تعدين 10.5 مليون بيتكوين جديدة، وهو نصف إجمالي الكتلة الكلية للبيتكوين 12 مليون. في ال4 سنوات التالية تم تعدين نصف الكمية المتبقية، وهي 5.25 مليون بيتكوين، وهذه الكمية بالتبعية يتم تعدين نصفها في المرحلة التالية. وهكذا يستمر النظام، بحيث تكون آخر مرحلة تعدينية مجرد كسور من بيتكوين واحدة. وهذا يفسر أن آخر بيتكوين سوف يتم تعدينها تقريبا سنة 2145. يعتبر نظام البيتكوين واحد من أقوى الأنظمة الإلكترونية الآمنة، حيث من الصعب جدا جدا اختراقه إن لم يكن مستحيل. سر هذا الأمان يقوم على نظام التشفير الذي يتمتع به البيتكوين من ناحية، ومن ناحية أخرى لأن كل المعاملات مسجلة على مئات الآلاف من الأجهزة، أجهزة التعدين، والتي من المستحيل تقريبا اختراقها كلها لعمل تحويل غير شرعي مثلا. من هذا نخلص أن عملية التعدين هي السر وراء بقاء البيتكوين في الوجود. فلو حدث وتخلى كل من يقومون بالتعدين عن دورهم، فسينهار النظام، وهذا يفسر المنح التحفيزية للمعدنين. 12.5 بيتكوين مكافأة لمن يتوصل لحل المعادلات الخاصة بكتلة واحدة. ماذا أحتاج لكي أبدأ في عملية التعدين؟ أولاً، دعنا نؤكد أن عملية التعدين تزداد صعوبة مع مرور الوقت. فعندما ظهر نظام البيتكوين لأول مرة، كان يمكن لأصحاب أجهزة الكمبيوتر الشخصية القيام بالتعدين. أما الآن، فعملية التعدين تحتاج لأجهزة كمبيوتر فائقة السرعة وبمواصفات خاصة تعمل من خلال برامج خاصة بالتعدين. أيضاً، عنصر المنافسة يزيد من الأمر صعوبة فوق صعوبة، فهناك مئات الآلاف من المعدنين حول العالم، ومكافأة التعدين تمنح فقط لمن يتوصل لحل المعادلات أولا. وحل المعادلات هذا يقوم على عملية التخمين. في أحيان كثيرة يتوجب على جهاز التعدين القيام بملايين الملايين من التخمينات للوصول للحل.
بالطبع هذا يحتاج لأجهزة بمواصفات خاصة. الجدير بالذكر أنه في الآونة الأخيرة ظهر ما يسمى بمفهوم بول مينرز، هو عبارة عن تحالفات بين مجموعة من المعدنين يعملون معا للوصول لحل المعادلات بشكل أسرع. ما هي حافظة البيتكوين؟ حافظة البيتكوين أو بيتكوين واليت عبارة عن وسيلة تتيح لك الانضمام لمجتمع البيتكوين، تشبه وظيفة حافظة البيتكوين وظيفة حافظة النقود التي تحتفظ فيها بنقودك الورقية. من خلال حافظة البيتكوين تستطيع إرسال واستقبال عملة البيتكوين، تستطيع تحويل بيتكوين لأي شخص آخر يمتلك حساب بيتكوين، تستطيع أيضا أن تشتري من أي متجر يتيح البيتكوين كوسيلة دفع. هناك الكثير من أنواع حافظة البيتكوين، منها حافظة البيتكوين على التليفون المحمول، حافظة البيتكوين على جهاز الكمبيوتر الخاص، حافظة البيتكوين الملموسة، حافظة البيتكوين الخاصة بالويب. الخلاصة أن حافظة البيتكوين هي عبارة عن سوفت وير موجود على جهازك المحمول أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو على جهاز مستقل أو على أي أحد المواقع أونلاين. هذا البرنامج سوفت وير يمنحك التحكم في رصيد البيتكوين الخاص بك، إرسال واستقبال البيتكوين من خلال بيانات الدخول الخاصة بك. هذا يشبه إلى حد كبير بريدك الإلكتروني، فلكي ترسل وتقرأ رسائلك على بريدك الإلكتروني يجب توافر عنوان البريد وكلمة المرور. هكذا أيضا البيتكوين، لكي ترسل أو تستقبل بيتكوين على حسابك يجب توافر عنوان البيتكوين الخاص بك والمفتاح الخاص بمثابة كلمة السر. هذا هو الحال بصرف النظر عن نوع الحافظة التي تستخدمها. والجدير بالذكر هنا أنه يمكنك مشاركة أي شخص بعنوان البيتكوين الخاص بك، ولكن كلمة المرور لا يجب مشاركتها مع أحد. لماذا تمثل البيتكوين واحدة من أعظم اختراعات القرن؟ تعتبر البيتكوين نظام مالي جديد ومختلف كليا عن المتعارف عليه في العالم، نظام مالي لا مركزي مشفر لا يوجد رقيب أو متحكم فيه، كما أنه يسمح لأي شخص حول العالم إرسال واستقبال أموال مع أي شخص آخر أيا كان مكانه. في الواقع العملات المشفرة وعلى رأسها البيتكوين تمثل جيلا جديدا في عالم المال. لقد قدر للبيتكوين الاستمرار والازدهار فسوف يمثل بديلا ماليا كليا للعالم، ومن ثم سيكون بمثابة ثورة هائلة في عالمنا هذا. في الحقيقة نتائج انتشار عملة البيتكوين مبهرة إلى الآن. هذه بعض البيانات التي توضح مدى انتشار استخدام البيتكوين حول العالم. هناك الكثير من دول العالم التي تعتبر عملة البيتكوين شرعية فيها أو تسمى الدول الصديقة لعملة البيتكوين. على رأس هذه الدول كندا وأستراليا، اليابان، الولايات المتحدة وإنجلترا. هناك الكثير من ماكينات الصرف التي يمكنك سحب الأموال من خلالها عن طريق رصيد البيتكوين الخاص بك. هناك الكثير من المحلات والمتاجر على أرض الواقع التي تقبل الدفع بالبيتكوين. وهناك الكثير من أسواق الخدمات والمنتجات التي تقبل الدفع بالبيتكوين على الإنترنت، ومنها أوفرستوك، نيو إي جي، باي بال وميكروسوفت. في النهاية ليس هناك خير دليل على انتشار البيتكوين أكثر من أن سعر البيتكوين الواحد اليوم هو 10,000 دولار. هذا الفيديو ليس للتشجيع على شراء البيتكوين، ولكن الغرض منه هو نشر المعرفة بموضوع في غاية الأهمية في عصرنا الحديث. لقد حاولت أن أجيب على قدر كاف من الأسئلة المتعلقة بعملة البيتكوين مستخدما أسلوب سهل وبسيط بقدر المستطاع. إذا كان لديك سؤال لم يتم الإجابة عنه في الموضوع فلا تتردد أن تكتبه في التعليق وسوف أجيب لك.